جوز مرحبا بكم تاني بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو بيان سور غادي يكون مختلف بزاف. علاش غادي يكون مختلف بزاف؟ حيت اليوم ان شاء الله غادي نمشيو نفلوغي واحد الفلوق اللي ما سبقلوش واحد فلوغا من قبل. غادي نمشيو نكتشفوا واحد السد واحد البرج من السدود المغربيه ومن اكبر السدود الافريقيه. اوكي ما تشوفوا حتى شي بلاصه دير لي ما تابوناش يدخل يتابونا يخلي شي لايك 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 ويخلي شي كومونتير يحفزنا بيه باش نقدروا نديروا شي حاجه جديده ونكتشفوا شي حاجه جديده. ما نطولش عليكم الدراري الدريات، بغيتكم كاملين تبعوا الفيديو من الاول حتى لحيت بزاف الاثاره بزاف تاع التشويق وبزاف تاع المتعه. اوكي الدراري الدريات بيسيكم كاملين. اوكي لا فامي قبل ما نمشيو لاي مكان بغيتكم كاملين تعرفوا على هذه البلاصه هذه فين جايه في خريطه المغرب بالضبط او الخريطه العالم. اوكي الدراري خليكم معنا وخليكم مع الاجواء. شربوا قهوه ديالنا مشاو عند الاخريطه باش نكملوا الاجواء. اوكي اوكي الدراري اوكي الدريات تشوفوا حتى شي بلاصه الخريطه العالميه هذه مازال ما تبان فيها حتى شي حاجه. المنطقه اللي غادي نمشيو لها غادي نكتشفوها دابا في الخريطه كيف ما تشوفوا الجي بي اس راه تتقلب مزيان على البلاصه المنطقه اللي غادي نمشيو لها. المنطقه سميتها هي برج على الفاسي يعني السد على الفاسي. هذا السد هذا من اكبر السدود في المغرب ومن اقدم السدود في المغرب اللي كان مدشنو هو المرحوم الحسن الثاني تشنو في 1991 اللي يعني سد خطير بزاف. هذا بالضبط جاي قرب صفرو. صفرو هي لقيناها في ناس الدراري الدريات خليكم معنا تبعوا الاجواء كامله. مدينه فاس هي كيف ما تشوفوا يعني هذا هو السد فينا هو غادي نمشيو له ديريكت. ها هو برج على الفاسي. برج على الفاسي كيف ما تشوفوا معنا الدراري برج على الفاسي غادي نزيدو نكتشفوا بزاف تاع الحوايج من غادي نوصلوا له. برج على الفاسي جاي من قرب مدينه فاس ما بعيدش بزاف على مدينه فاس تيتراوح البعد ديالو ما بين 45 حتى 50 كيلومتر وجاي قرب مدينه صفرو وايضا بير طمطم وتهدا وتازا وبعض المناطق قربه. خليكم معنا الدراري. اوكي الدريات كيف ما شفتوا الاجواء كيف ما شفتوا الاجواء نتاع الخريطه المغرب فين جايه هذه البلاصه هذه خليكم دابا معنا باش نمشيو لها خليكم مع الاجواء ديال الطريق. اوكي كيف ما تشوفوا دابا الاخ زكريا هو فين تسنتين بريباريو باش ان شاء الله غادي نقصوا الطريق. الاخ امين هو فين هو غادي نمشيو نشوفوا الدري شنو تيدير. اوكي اوكي كيف ما تشوفوا دابا معنا الاخ جحارة هو تيسارجي لنا لي ماتاريانو على السعادة ان شاء الله الباكاج وكلشي ان شاء الله. خوتي نخليكم مع الاجواء ديال الطريق باش نوصلوا لاي مكان باش نفلوك لكم احسن فلوك في العالم. اوكي الدراري خليكم معنا. اوكي كيف ما تشوفوا الباكاج لي باكاج لي باكاج معكم اخ امين. امين واش امين الله يسركم. شنو تاكلوا امين؟ السفنج. السفنج باش؟ والبيض مقلي. شك داير هاد اللون شعرك عجبك؟ زواهم اوكي. اوكي الاخ رايضة معنا تيتواجد معنا بالكمامة كاملين دويلة ديال الكمامات. خا الله خا فتاح دابا جينا لبومبا باش نديرو لاسانس باش نمشيو ان شاء الله نجلس ليكم كير. واش الوليد صافا مليح خويا راه خوتي دابا كنكيشونا كنعمر الطونوبيل بالغاز بالغاز عندنا هادي فهمتيني فوسفات هادي كنصوبوها. ايوا مرحبا ديال الكمامه داير الكمامه صوبنا سماطي باش ان شاء الله في الجوندار ما يوقعش شي بروبليم. الدري كاملين راهم مشاو غادي يخلطو علينا. خليكم معنا خليكم معنا باش الدري. دابا وصلنا لبير طمطم ما بقاش بزاف السد ما بقاش بزاف العيل ما كان. خليكم معنا خليكم مع الاجواء. بير طمطم اللي كنت ديجا وليت لكم في الخريطه فين تجي وقرب من تجي. خليكم مع الاجواء كامله الدري. اوكي لا فامي كيف ما تشوفوا على المكان هو هذا السد كبير بزاف
ثاني اكبر سد في المغرب بعد سد الوحده اللي معروف افريقيا وعالميا اكبر سد في المغرب. اوكي كيف ما تشوفوا سد على الفاسي، برج على الفاسي هو هذا البرج، هو هذا كيف ما تشوفوا. نعطيكم بعض الصور نتاع هذه البلاصه هذه، خليكم مع هذه الصور هذا ونرجعوا نكملوا الفيديو ديالنا. اوكي الدراري، اوكي الدريات، خليكم معنا رفاقي كامل. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind, cause of you. I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go. كما الدراري تنصح اي واحد جا لهاد البلاصه هادي، تنصح اي واحد جا لهاد البلاصه هادي ما يجيلهاش بالويكاند، ما يجيلهاش بالجمعه والسبت والحد. يعني الا جيتي بالجمعه والسبت والحد بغيف غتلقاها بوم بلا الماتر الطوموبيلات، حيت هادي قريبه من مدينه فاس بزاف. هاد البلاصه مستنقع اللي زوين بزاف وكلشي تيجيلو بالويكاند. ما عليكم الدراري غير تجيو في وسط السيمانه، اختاروا الاثنين الثلاث الاربع الخميس حد الجمعه حبسوه، يعني حد الخميس حبسوه، الجمعه ما توصلوش لهنايا. اوكي الدراري كيف ما تشوفوا المستنقع هو هذا واعر بزاف بزاف، فيه بلاصه فين تتخبع، يعني كاين الشجر كاين بزاف نتاع المناطق، وكاينين هنا الناس اللي مخيمين. يعني فقط مرن ما يمشي يخيم مثلا في البحر تيخيم في منطقه جبليه، سي نورمال منطقه اللي عزيزه عليه منطقه جبليه بحال هكايا. مي تنصح اي واحد باش يجي لهنايا يجيب الماتريال ديالو كامل الدراري، وما ينساش واحد الحاجه، الماء تيجي بالجوع خصك ضروري الماكله الماكله. اوكي غادي نمشيو نشوفو الدراري شنو تيديرو، يمكن تيصوبو لنا الفطور يمكن تيصوبو لنا الغداء، غادي نمشيو نشوفو شنو تيديرو وندير عندكم. اوكي الدراري بواخ. الحبيب صوادات لي درتي هوا هوا على الرجال كيسواو وين سواو الريح يلي قالوك للحر سمع سيدي سمع لا يورينا فيك بس انا وانت وسامعين وجميع الناس حاضرين اليوم الجمعة اليوم الاثنين مطحنو مات اليوم الجمعة يوم الثلاث نرجو البنات الهاي جات يوم الجمعة يوم الخميس مطحنو مات حوين انا يا بواه والشرع سيدني الله ينصر نو علينا سلام سو المير انتم سبوعة داري واش لا فامي كيف ما تشوفوا معنا الاخ جحار دابا هنايا يا سيدي مرحبا كيف ما تشوفوا الاخ جحار يمكن له دابا غادي يعطيكم كلمه ويعطيكم الاسم تاع لاشين ديالو. مرحبا خويا بن عيش وساعه مبروكه وتحيه خويا بن عيش وقبلوا علينا ومرحبا بكم والله الا نزاها نهار بسلام تكون مشرفه والله العظيم الا نهار سيادنا العز خويا جحار يمكن لك اخويا تقول لهم باش دخل في اليوتيوب دخلوا تفاعلوا معنا ديروا السيمو جحار السيمو جحار. انتم غادي تشوفوا دابا الدراري يطلع لكم التصويره نتاع اليوتيوب ديالو نتاع لاشين ديالو، بغيتهم كاملين الدراري تدخلوا تابوناو مع هذا السيد هذا راه تيدير لكم شي حاجه صداع الراس حاجه المرض اللي جاي خلينا اللي جا خلينا اس ام اس راه جاي مع عند خونا بن عيش يوسف بن عيش بلوك بيس لكم الدراري. يلا يلا نكملوا الفيديو كملوا الفيديو من الاول حتى الثاني خدام اوكي اش كديروا الدراري تمايا Thank you.
هلا وا ورا ما سمح لي محنوني هلا وا وكان طيب ليالي ليالي هلا وا ورا ما سمح لي محنوني هلا وا سيدي الزكي عزيز السمية هلا وا ورايدا حبيب عزيز عليا هلا وا هلا وا هلا وا هلا وا هلا وا هزين وزين الباطي هزين ولوش كلاطي هزين زين فاطاوي هزين جرح ويلاوي هزين وزيني أنا هزين وزيني وحدي هزين شوية عليا 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 الوليدي عليا هذيك الوين عليا بلا وندوي عليا سيريا اوكي لا فامي نتمنى يكون عجبكم الفيديو نتمنى يكون عجبكم الاجواء اللي بارطاجيت معكم هذا النهار نتمنى تكون عجبتكم المنطقه اللي اكتشفنا هذا النهار ومشينا لها كاملين مع الوليدات مع الدراري مع الدريات ونبغيكم كاملين اللي بغى يجي يدوز يعني الويكاند ديالو هنايا يجي يدوزو ولا بغى يختار شي نهار من غير الويكاند يجي يدوزو مرحبا به منطقه سياحيه 100% بالنسبه لي انايا فهمت لي فامي يعني ما كاينش الدراري يعني اللي غادي تاخذ منهم واحد المواقف اللي خايبين بالعكس تيجيو هنا عائلة تيجيو بزاف نتاع الحوايج تنتمنى تكون عجبتكم المنطقة الدراري والدريات بيس ليكم كاملين خليو شي لايك خليو شي كومونتير باش تحفزوني نكتشف منطقة واحدة أخرى كيف ما تتشوفوا السد تاع الفاس هو هذا بيس ليكم كاملين